السلام عليكم. اليوم زيارة لي إلى بلاك فري دايفر الكابتن هاني الثقفي، مدرب غوص. نبغى نجري معاه هذا اللقاء السريع ويعرفنا على المهارات والرياضات اللي ممكن يقدمها هذا المركز. كابتن هاني، تعرفنا ببطاقتك الشخصية. معكم هاني الثقفي، مدرب غوص حر في منظمة أيدا، ومدرب غوص بالمعدات في منظمة ناوي، ومدرب منقذي مسابح وشواطئ في الاتحاد الأمريكي لإنقاذ السلامة المائية، ومدرب سباحة حاصل شهادة معلم سباحة من الاتحاد العربي السعودي، ومدرب إسعافات أولية في منظمة ناوي، صاحب محل مركز بلاك فري دايفر في العزية شمال الاستاد الرياضي شمال ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز. طبعا جميعا نعرف عن الغوص السكوبا دايف، وهو الغوص بالمعدات، وهذا شيء دارج ومعروف. لكن الرياضة الجديدة اللي دخلت علينا في السعودية اللي هي رياضة الغوص الحر. طبعا رياضة الغوص الحر فيها كذا ليفل، ليفل أول أو ثاني وثالث، كل ليفل له تكنيك معين. طبعا من حلاوة الرياضة هذه فيها تحدي كبير في الأعمار، وصارت بطولات على المستوى العربي خاصة في الصيد لهواة الصيد بالمسدس. طبعا كان نتكلم عن الليفل الأول، من ضمن الليفل الأول في دورة الفري دايف، كيف طريقة تكنيك التنفس، عندك كتم النفس، تقدر الواحد يكتم بعد ما تعلم تكنيك التنفس ممكن يكتم من دقيقتين إلى 3 دقائق وأكثر. عنده يقدر يقطع مسبح بنفس واحد 50 متر من تحت سطح الموية، ينزل إلى عمق 20 متر بنفس واحد، إنقاذ غواص غريق من عمق 10 أمتار، طريقة الزميل في الغوص الحر، طريقة النزول، طريقة الزعنفة، طريقة معادلة الضغط، تعرف حدودك وإمكانياتك في كل مستوى. طبعا هذه الرياضة بعد لها مستويات جدا عالية وأرقام كبيرة في كتم النفس، وصل إلى كتم النفس إلى 11 دقيقة وأكثر على مستوى المسابقات العالمية، والأعماق تختلف، وصلوا إلى 100 و110 و120 متر. كل ما كان في تمارين كل ما كان في أرقام كبيرة. إحنا في المدينة يعني يمكن أنا تقريبا المدرب الوحيد في المدينة اللي يتخصص في تدريب الغوص الحر، وموجود المركز هذا، تشرفوني بزيارتكم وفي خدمتكم أنا في أي وقت. الله يسعدك كابتن. هذا على الصعيد اللي هو الفري دايف، الفري دايف الغوص الحر. لكن لو تكلمنا عن ناوي تدريب، طبعا عندنا منظمة ناوي. طبعا منظمة ناوي هي منظمة أمريكية. طبعا المنظمة الأمريكية هي أول من يعني انزلت اللي هو واخترعت الغوص، هي كانت تابعه لوكاله الفضاء ناسا امريكيه، ما كانت منظمه ربحيه يعني، استمرت كذا سنه يعني تعطي دوراتها بصوره جدا بسيطه وغير ربحيه. بعدين طلعت منظمات جديده وانتشرت خاصه هنا في السعوديه، يعني ما كانت معروفه ناوي، سبقت منظمات اخرى. ولا في الاساس هي اللي اخترعت الغوص، واللي كانوا عليها العلماء الاولين في مجال البحر على منظمة ناوي. ارخصها، تقدر تغوص في اي مكان في العالم. طبعا سهله في يعني في تنقلك من مستوى لمستوى، واختباراتها وكميه المعلومات اللي موجوده فيها مره قويه، ممكن توصل كبير غواصين مقارنة في أي منظمة أخرى بمعلومات مدرب. ما شاء الله. من قوة المعلومات الموجودة فيها يكفيك كبير، كتاب كبير غواصين في كمية معلومات جدا كبيرة. ممكن إذا اجتزت الاختبار ذا أنت حتكون مرتاح كمدرب في اختبار مدرب، لأنك أخذت كل شيء. يا سلام. طبعا فيها كذا تخصص، هي فيها تخصص النايتروكس، في تخصص اللي هو الغوص السطحي، المستويات زي ما معروفة، اوبن ووتر وريسكيو ادفانس دايف ماستر،
فيها تخصص الحين اللي هو التكنيك برضو صار في ناوي، وموجودين مدربين هنا في السعودية ومدربين متفرغين للتدريب، يعني مو ضروري انه مثلا على حسب وقت المدرب تاخذ الدورة، لكن على حسب وقتك انت. يعني المجال هذا الحمد لله احنا كنا اول نفتقده، ما في مدربين متفرغين، يعني حتى كنا ناخذ دورات برا السعودية عشان انا اقدر اخذ دورة في الوقت اللي انا ابغاه. تمام. فالحين الامور سهلة في السعودية، في مدربين متفرغين، انا كذلك مدرب متفرغ التدريب اي الاشياء اللي قلتها او التخصصات اللي تكلمت عنها. الحمد لله دربت هنا في المدينة فوق 100 طالب ما شاء الله، وصل حر خاصة. ما شاء الله. نتمنى أن يكون الغوص الحر يعني رياضة في المدينة. بالضبط. والغوص الترفيهي نتمنى أن يكون كمان غوص ترفيهي بالاسم الحقيقي، يعني الغوص الترفيهي، لأنه إحنا بنشوف كثير من الشباب وماتوا ناس كثير بسبب الموضوع ذا، أنه ينزلوا غوص بالمعدات أو غوص بالاسطوانات معهم مسدسات، ينسى نفسه تعدى الأعمار، فهذا أكثر الناس اللي ماتوا بسبب الغوص بالمعدات، ونازل كله عشان يصيد ما هو عشان يغوص الترفيهي. فنتمنى نفهم الأشياء دي. غوص الترفيهي حدوده معروفة، إنك تنزل تتفرج تستمتع الوقت اللي أنت نازل له على حسب كمية الأسطوان اللي معاك واستهلاكك لها، ماكسيموم الغوصة 50 دقيقة تخرج. لكن كصيد الغوص الحر له تخصص من الغوص الحر، الصيد متخصص أكثر التلاؤم، لأنه ما في ذيك الخطورة، ما تدخل في عملية تداول، ما تدخل في النيتروجين والأشياء وأمراض ومرض انخفاض الضغط، عندك حركة سهلة في الجسم، ما أنت مرتبط بمعدات، أمورك سهلة، لذلك اسمه فري فري, فري دايف. ولو هو الصيد أساسا يعني موجود من قديم الزمان، يعني الناس تستخدم الفري دايف في صيدها، وما في أي مشاكل إلا إنك تنزل من غير بدي، من دون زميل. هنا أكبر مصيبة إن الواحد لما ينزل البحر لازم يكون معه زميل يشارك في الصيد، وطبعا لها شروطها، فبرضه حتى الزميل له شروطه، لازم يكون في نفس المستوى ومتفقين على طريقة معينة في الصيد، في موقعك أنت في وقت النزول، موقع هو فوق وأنت فوق هو تحت، مثل تبادل المواقع، تبادل أي موقع تتقابل معاه، يعني لها شروطها الأساسية، ما هو إنه بمجرد بدي. إن أنا أعرف شباب كثير وبرضه في ناس تعرضوا للخطر وماتوا بسبب انهم ما طبقوا البدي، لانه انا مثلا يقول لي انا بدي القاه ماشي من هنا لين وصلوا البحر، وصلوا البحر انتهى الموضوع، هذا يصيد هنا وهذا ميت هنا، فهذا اللي صار، يعني احنا عارفين وشايفين مقتنعين على المواضيع. البدي لازم يلازم، لازم يطبق يعني كل حذافيره، مو انه انا اوصل للبحر وخلاص انتهى هنا دور البدي، بالعكس دور البدي يبدأ من الشاطئ، وصارت قصص كثيرة، بس إنه ما نبغى نطول عليكم، وإن شاء الله. الله يسعدك. رياضة حلوة على أهل المدينة. إن شاء الله، إحنا والله حبينا نسلط الضوء على هذا المركز وعلى باقي المراكز في المدينة، خدمة للمدينة وأهل المدينة. والبحر مو بعيد عنا في المدينة، أقرب نقطة أعتقد الرمال البيضاء. أجمل بحار عندنا. أجمل بحار، أي نعم. أمن مناطق غوص عندنا في منطقة الحسي، من أجمل المناطق وأمنها، خاصة في الغوص الحر. تمام. منطقة ما تتأثر بالموج نهائياً. دائماً مستوى الموج فيها منخفض جداً، لا شيء لا يذكر مهما كان علو الموج في المناطق المفتوحة. فيها تنوع شعاب مرجانية جداً جميل. حلو. طريقة النزول للبحر فيها جداً سهل ومريح. حلو. مستوى السيفتي فيها ما شاء الله عالي، حتى مستوى مركز سلاح الحدود جدا قريب، في هو منطقة النزول أو نقطة النزول تابع لمركز سلاح الحدود. المنطقة هذه لو كان يعني إن شاء الله يكون فيه اهتمام من الحكومة للمنطقة دي أنها تكون منطقة غوص معتمدة، لأنها من أجمل، أنا غصت في أماكن كثير
يعني نقارنها بالنسبة لي أقارنها في منطقة الذهب. منطقة يعني الذهب فيها حفرة اسمها الحفرة العميقة والبلو هول، يجوا لها من جميع أنحاء العالم كمدربين. في الموقع في ذهب تبعد عن شرم الشيخ حوالي 70 كيلو في اتجاه الشمال مقابل السعودية منطقة مقنة. المنطقة هذه مهما يكون فيها هواء وموج ما تتأثر، لكن التأثير تأثير جدا بسيط عليها. فعساس كذا يجون خاصة أبطال الغوص الحر في هالبلو البلو هول يجون فيها، لأنه في مهما كانت الأسواء يعني الأجواء سيئة ما تنفع الغوص، المنطقة هذه تقدر تنزل في أي وضع اللي كان فيها. تتأثر أحيانا بس بالرؤية، ولا طول السنة بيجون الناس من كل أنحاء العالم يغوصون فيها. منطقة معروفة جدا، عمقها يوصل إلى 100 مترين تقريبا الحفرة هذه في وسط قطع شعب قريبة من الشاطئ جدا. وهي الحفرة هذه مهيئة طبعا للفري دايفرز. تمام. وغير الفري دايف اللي هم غواصين التكنيكال برضو بياخذون دوراتهم هناك، لأنه المنطقة سهلة النزول لها وما تتأثر. حلو. المنطقة الحسي نفس الطريقة، بس ما هو العمق طبعا يختلف، هنا عمقها إلى 40 متر. بس في صفة عامة جميع الأمور مهيئة للغوص، ما فيها يعني الواحد إنه يطلع يتردد إنه يوصل هناك ويقول المنطقة لا موج وهواء وتمشي. لا تقدر تنزل مهما كان الهواء طوال العام. أي طبعا. يا تمام تمام. كل مكان. وبعدين عندنا احنا شيء اللي ما احنا عارفينه اكثر او ما يعرفوا الناس اكثر، انه ايام الشتاء اجمل اوقات الغوص في ايام الشتاء، لانه سبحان الله الرؤيه تكون صافيه، العوالق تخف حوالي 70% في البحر، التراب يكون اكثر اقل نشاطا في فتره الشتاء، الرؤية تكون جدا واضحة. يعني أنا نزلت قبل فترة قريب، أنا بتشوف إلى حوالي 30 متر من فوق سطح الماء، ما شاء الله، وأنا أشوف الأرض يعني من 30 متر. الرؤية جدا كانت حلوة. ف يعني حاول الواحد إنه في وقت الشتاء إنه يطلع يغوص. والغوص الحر عادة تدربوه يا كابتن هناك في المنطقة هذه؟ أنا أكثر منطقة يعني لأنها ما أتردد، خلاص أنزل أروح المنطقة دي أعرف إني الحمد لله إن شاء الله أنزل يعني مهما كان في الأجواء سيئة. حلو بنزل. حلو حلو. ما في أي شيء. تمام تمام. هذا التسجيل أو اللقاء يا كابتن إحنا بنسويه للجروب خاص، يعني حصر الجروب تبعنا اللي هو الطلعات البحرية تبع المدينة، واللي صار اسمه مؤخرا طلعات البحر الاحمر، لان نبغى نمشي الشاطئ هذا كله، يعني تقريبا الساحل الغربي هذا كله نحاول نجربه باذن الله من الجنوب الى الشمال مع رفقه طبعا مدربين باذن الله تعالى ان شاء الله. الله يسعدك، سررنا بهذا اللقاء يا كابتن، وبدعو الاخوه لزياره هذا المركز جميل جدا، اللون اللي حبه البلاك جدا جميل، وعندهم منتجات جميلة جدا. الله يحييك يا كابتن. الله يحييك. تحياتي لك. الله يحفظك حبيبي.